والو حسام عزيزو لاباس اخويا يوسف جا المودي لاباس عيط لنا واحد او كبرنا على البث قبيله صعب دورك اخويا يوسف جا المودي لاباس اخويا حمودي عبد لاباس اخويا مؤمن طاهر لاباس صعب دور الجميع جميع المحاربين وجميع المجاهدين عبر 58 ولايه خراطة تحياتنا أخويا ربي يحفظك الشيخ أبو بن خراطة رشيد مؤمن تحياتنا أخويا يوسف جلمودي الميدان الميدان كلمة واحدة كلمة واحدة دار رجوع هذا الأرمين تحياتنا أخونا المتقاعد تحياتنا ليك وخوتنا في تبسة رابع أحمد تحياتنا أخويا سيبو علام تحياتنا عاش من شافك ليك وحشة سيبو علام واش حالة لاباس أبو علام رشيد مؤمن وعليك السلام أخويا البرطاج يا رجال البرطاج قدر المستطاع صح طورك اخويا ربي يحفظك السي عبد الارمين الميدان عبد الارمين اخويا ما فيهاش عواد البحري فواز باور تحياتنا فواز لاباس فواز البرطاج يا رجال البرطاج رانا نتكلموا غير بالبرطاج كان كوما يتبرطاج البث هذا ما نديرو حتى شيء لازم البرطاج بل يعطاش لازمكم البرطاج قدر المستطاع جميع المحاربين انا عندي ما نتكلم الليله دعوه عامه ونحكوا في نقاط هامه فيما يخص القضيه وين نروحوا بالقضيه وين واصله وين حاصله وين المشكله لازم نحلوه لازم يتحل تحل غير في الميدان المشكله قسطنطين برطاجية ورجالة جميع المتتبعين تاع الصفحة البرطاج وثم البرطاج رانا نمشي غرب البرطاج نحن لازم برطاج قدر المستطاع رفيق جراحية كبيرة ربي يحفظك حتى نرى والله ركم على قلبي وعلى راسي وعلى ضميري رفيق جراحية كبيرة قال لك لاباس مشروعها كامل معاك تحياتنا تحياتنا ليك وخوتنا في المشروعها ومدينة سقارس وتحية إجلاء وخلاص والحديث قياس من عند خوكم المجاهد المحارب الكبلوتي وهذا المتابع يشاهد راني نحكي غير في الحوايج الحقيقية ما تدورش أنا المزورة والباطلة ونرقد الناس ونقول لهم لا 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 نحسس الناس نوعي الناس نرشد الناس ننصح الناس نديهم طريق الصواب الميدان فارس بن صالح تحياتنا أخويا البرطاج يا رجال البرطاج عليكم بالبرطاج بركة باش ما نطولوش البث هذاك يطلع البرطاج فلاش ثم نتكلموا دركا كل ما نتكلمش الا ما يطلعوه المحاربين هذا جميع المتتبعين تاعي البرطاج قدر المستطاع الليله دعوه عامه ونحكوا ديما وابدا في نقاط هامه فيما يخص قضيتنا وحقوقنا المشروعه كيفاه باش ندوها كيفاه باش ندوها خالد طالبي برطاجي ومراد اخويا البرطاج قدر المستطاع البرطاج وهنا اي واحد يطلع الليلة اي واحد تطلعونا صح البث طلعوه قدر المستطاع لانه مازالوا طايح البث ومن بعد كي يطلع البث عنا هضرة ما بينا نتكلموا صح طورك اخويا فارس بن صالح مراد الميدان ديما الميدان اخويا مراد الميدان جودي مابل تحياتنا نشكر جميع المتتبعين خالد طالبي تحياتنا جورج لاباس جورج ربي فضلك يا جورج ربي يسترك ساعة فطورك وساعة سحورك
ربي يحفظك. جودي مابل صاحب طورك وناس بوشقوف، تحياتنا ليك وناس بوشقوف خويا جودي مابل، تحياتنا خويا، ربي يحفظك ونشكرك على المتابعة خويا. ربي يحفظ جميع المتتبعين تاع الصفحة تاعي، حفظكم الله ورعاكم جميعا، والله سميعا والله المستعان. وكلنا شحاب التسوية تبان في الميدان، حاب البيبان تتحليك في الميدان. يا اختاك تحطاها ما تدير حتى شيء. صاحب طورك اخويا مصطفى منات، تحياتنا مصطفى ربي يحفظك. برطاجيو منات اخويا البرطاج قدر المستطاع، جميع المتتبعين تاع الصفحة تاعي دعوة عامة، راني نعاود ونركز، راهو الليلة عندي ما نتكلم. برطاجيو قدر المستطاع. برطاجيو خاوتنا برطاجيو. حكيم يبركي صاحب طورك اخويا وصاحب طور جميع المحاربين وجميع المجاهدين وجميع المشاهدين وجميع المتتبعين، صاحب طوركم والله ما تقبل منا ومنكم الصيام والقيام والاعمال الصالحه بمزيد من الاجر والمغفره والثواب لجميع الامه الاسلاميه. برطاجيو رجال ما البث هذا وخصوصي هذا، انا ما نبقوش نعاودوا في تاع بكري، ناني نعاوز نقدموا بالقضيه القدامه، كل واحد عنده شوفه في القضيه دي. انا عندي شوفه كبيره بعيده ياسر، انا تبع ما تبعوا حتى واحد، تبعني هنا درك تشوف باذن الله السميع العليم تسووا كامل. ها نقول لك طلع البرطاج تطلع تشوف، انا لا ياكل معك حتى بث، انا البث هذا مش تاع خبث، تاع ناس حرار، ناس مناضلين حرار، ناس قتلتهم القضيه في قلبي وفي ضميري، تبعني والله الا ما ربحت لك على خير. هشام تحياتنا خويا، ربي يحفظ جميع المتتبعين اللي راهم يتبعونينا ديما، نقولهم بارك الله فيكم ويجازيكم الله كل خير، تجدونه وارواح. وانا دعوه راي عامه، راني ناكد ونعاود الشيء اللي راح نحكيه الليله، ما نزيدش نكرر. وانا وعليك السلام اخويا هشام، حفظك الله ورعاك ورعا جميع المحاربين وجميع المتتبعين وجميع المشاهدين، عليكم بالبرطاج في القلوب تاعكم. قال البرطاج يطلع فلاش هذا البث تاعكم هذا الليله. بربي ان شاء الله رفيق جراحيه كبيره باذن الله السميع العليم، باذن الله السميع العليم. والله ما انه الانسان، ماذا بي انا نسمع الاراء تاع خاوتي كامل، ماذا بي انا عندي راي تجاه القضية، عندي شوفة بعيدة، عندي أمور كيف نتسواو بالصيغة القانونية، لازم نهضروا بالصيغة القانونية. برطاجيو يا جماعة السحاب، برطاج خاوتنا قدر المستطاع. ربي ينصر الحق إن شاء الله. هنا جودي ما بن قال لكم ها اخوكم هنا قال لكم ها وبرطاج، قال لكم البرطاج راهو خاوتي مش تتفرج برك، برطاجي في الجروب تاعك، برطاجي لانهم درك راهم ساهرين فوق، راهم ساهرين في المراديه ولا صبور عليهم ولا في الاوراسي ولا في القاعه البيضاويه ولا، المهم البرطاج هذا يطلع قدر المستطاع، يطلع قدر المستطاع. الرجال شرفاء هنا المتتبعين تاع الصفحه، برطاجيو في الجروب وخاطيكم الراي. درك نبداو كارت سير طابل، انا برطاجيو كي يطلع البث البرطاج، عليكم بالبرطاج وانا عليا بالكلام تسمعوه، درك تسمعوه مش مطول وتسمعوه الكلام هذا، جامي تسمعوه في مناظر هذا. هاو نقول لك يعني الناظر في قضيه كبيره علينا وتجمعنا جميعا، والله سميعا والله المستعان. بلال الصيفي تحياتنا خويا، ميم ما مات والله غالب ما عندكش لا كونيكسيون ميما. برطاجيو يا جماعه برطاج، حفظكم الله ورعاكم. درك ما نطولوش البث هذا، لازم تطلعوه فلاش جميع المتتبعين، طلعوه يا ربي يسهل عليكم، يطلع الاعلى هرم في سلطة البلاد، لاني انا نتكلم على حقوق تاع الجميع والله سميع، ونتكلم ما هو اتي من بعد رمضان بعد العيد يدير لها ربي المواعيد. مواعيد هو الميدان. انا عمر ويسي انا
هذه هي ديما نركز عليها اخويا رويسيه، هذه هي نحن ديما باش نحبوا نتسواو من باب المصالحه الوطنيه، لانه الملف هذا احنا داخلين في الملف تاع المصالحه الوطنيه باش نكونوا في صوره واضحه للخاوتنا هنا. وباذن الله امين مات باذن الله، يا النصر يا الاستشهاد. اخر كلمه الميدان بارطاجيو رجال، البرطاج برك، البرطاج ما نبداش اللايف ويطلع فلاش البرطاج، خاطر انا راح نتكلموا على كل شيء الليله، الليله اي حاجه ما سير دون عاود شوف نركز، والتركيز تاعي كبير على الصيغه القانونيه اللي تسوينا. البرطاج يا رجال ومن بعدك نتكلموا. برطاج يا رجال برطاج. ريفيزي عبد اخويا لا غالب ما عندكش 14 دي. المهم لا هذه اللي جا ماذا تاع نربو عليها اخويا، منربي وعليها على تربي ومنربي، اما في جا مقلوبه برك البرطاج، ولازم البرطاج ما نبداوش الا بالبرطاج يا خاوتنا. رضا ابو طبله تحياتنا اخويا، بارطاجيو رضا خويا في اللي جروب الله يرحم والديكم، بارطاجيو باش يلحق هذا البث وهذا المباشر الاعلى هرم في السلطة للبلاد، لان احنا ما بقاش لينا ما عادش نزيد فوق من هذه، لازلنا نطرطقوا احنا. البرطاج ونتكلموا بجميع الفئات، بجميع الفئات بجميع الفئات، حبه من حبه وكرهه من كرهه، نهضروا على المناضلين الاحرار للخوتنا لجميع الفئات، يعني تحالف وطني لجميع الفئات خوتي، انا نتكلم باسم تحالف الوطني كمناضلين احرار لجميع الفئات، كل فئه والبندرول تاعها، كل فئه والبندرول تاعها، نحن الله لا يجعلنا من بخاله، الله لا يجعلنا من حساده، الله لا يجعلنا كما نقولوا من الناس اللي تبخل، هذا قسمنا الناس دافعت كل في العشريه الدمويه، انا نتكلم من هذا المنبر. واش تحكي انت عبدو، افتحي الكاتو جديد، واش هو عبدو هذا الكاتو جديد هذا، فهم روحك وفهمنا معاك اخويا، فهمنا انت عبدو اخويا واش كتبنا، افتحي الكاتو جديد، ما فهمتكش اخويا، عاود وضح لنا الكومنتار يا عبدو اخويا. عبدو امين سليماني تحياتنا، تحياتنا للرجال هنا، طلعوا البرطاج، طلعوا هنا، بارك الله فيكم جميع المحاربين. وانا نهضر معكم ونشكر جميع المشاهدين والمتابعين للصفحة داعينا خصوصية، الله يحفظكم، الله يستركم، الله ينصركم، الله يبعد عليكم كل بلاء، احنا نحوسوا نهربوا على الغباء، نهربوا للحقيقة المرة اللي ما تقالش، نحبوا نخرج للميدان، تحب التسوية تبان في الميدان، تحب تتحليك البيبان في الميدان، عندك صيغة قانونية لازم يدخلوك في الملف تاع المصالحة الوطنية باش نكونوا واضحين بالصورة، فهمتوا خاوتي؟ لازم برطاج يا جماعة برطاج، ما تخلوش يهبط اللايف هذا خلاص، وبإذن الله مش خايف مادام كاين متابعين البرطاج، لأنه هذا المتتبعين لحقوا 122 121 البرطاج قدر المستطاع، هما ما هبطوش اللايف هذا، لايف ما تهبطوش ورا الشارع. ربي يحفظك، البرطاج اخويا امين سليماني، البرطاج عبدو، البرطاج امين سليماني، الميدان. عبدو قالك والميدان الميدان، قدر المستطاع باش تبان حقوقك وهذا الحقوق المشروعه وين تبان في الميدان. نقول لكم راه ما بقاش، طلعوا البرطاج وطلعها كبيره يا جماعه، خلي ديما ريو في اللايف هذا، ما تخليش يطيح البث هذا خلاص. بواسطة المتتبعين كل واحد يبارطاجي في الجروب تاعو، كل واحد يبارطاجي، لأنه البرطاج هذا يلعب دور إيجابي، يطلع الأعلى هرم في السلطة، لأن سيادة الرئيس عبد المجيد تبون شخصيا
وللقيادة الأركان وبن علي بن علي والوزارة الوصية بهذا الملف يخص القضية تاع المحاربين والمجاهدين. والله من الشاهدين علينا وعليكم. ها هبط اللايف، طلعوا لنا اللايف يا جماعة، طلعوا اللايف، طلعوا اللايف درك تشوف عندي أنا. والله ماني خايف، الليلة دعوة عامة ونحكوا في نقاط هامة فيما يخص القضية. المفيد يا أخي سفيان، معليش وأنا رضيان، طلعوا لنا البث درك نقول لك. المفيد، المفيد كي نخرج للطحطاحة هو تحالف وطني لجميع الفئات، مناضلين أحرار، ما كانش يمثلك، كل فئة والبندرول تاعها، كل فئة والمطلب تاعها. وانا قلت لك ونعاود ونكرر، الله لا يجعلنا من بخاله، الله لا يجعلنا من حساده، الله لا يجعلنا يعجل قصيمنا بين خيالنا. الناس كامل تعبت بما فيها مشطوب متقاعد معطوب جريح 18 بليسيس، ناس تبقى الحرس البلدي فيهم واحد الفئه ما تسواتش، البطريوت ثاني حتى هم ضحوا. احنا خاوتي كل واحد والبردرون تاعو، كل واحد كمناضلين احرار، ما كانش يمثلك، يمثل روحه، يثبت وجوده مع خيوته الميدان، يتسع للجميع. والله سميع والله المستعان، لا حاب التسويه تبان وتحليك البيبان في الميدان. راني نتكلم معاك من هذا المنبر، ياسر ما ياسر مرقدنا، ياسر ما سكتنا، ياسر اللي ساكت عن حقه شيطان ونخرس. لازم تحرصوا على حقوقكم المشروعه يا ناس، راي كاين ناس تتلاعب بيكم، كاين ناس تتراوغ بيكم، كاين ناس سوسه متسوسه في نصكم، تمشي عاز من جهات ما، وكاينه وخوانه ومندسين في نصكم، قاعدين يشتوا في الفئات ويفرقوا في الفئات، عندهم وعود من جهات ما، هذا ما تخليهمش يدوروا بيكم ويدوروا في قضيتكم وفي الكره وينشروا في نصكم الحقد والكراهيه والبغض والعداوه والنميمه، وهذيك الفئه وهذاك مش مليح وهذاك مش ملاح، حذاري منهم هذم. راني نعاود ونكرر، راكم خاوه، راكم خاوه، راكم خاوه، وما تفرقكم حتى عداوه خاوتي، راكم خاوه بما فيها مشطوب متقاعد جريح معطوب 18 بليسيس لاستبقاء الحرس البلدي، الناس كل دافعت، وخاوتنا ثاني البطريوت لا ننسوهم. راني نقول لكم اقسم بالله العظيم انا نهدركم ماكم خاوه، والله ما والله ما تجمعكم، حذاري من العداوه ما بيناتكم. وراي الناس كامل تعبت في ميدان الشرف، والناس ضحت في ميدان الشرف وغلبت من القضيه هذه، وناس حاكمين هذا، والناس كاين واحد لا داعي للذكر، باركين لنا يحبوا يمسحوا لنا التاريخ، يحبوا ينحوا لنا حقوقنا، يحبوا يمسحونا ديفينيتيف. والله النضال متواصل، هذا هو الفاصل ما بيننا بينهم حتى يلبى المطلب للجميع دون اقصاء. انا نقول لكم بارطاجيو رجاله، بارطاج عندي مازلت ما نتكلم، بارطاج قدر المستطاع، بارطاج بارطاج خلي تطلع حتى باش تسال، بارطاج قدر المستطاع. هاني نقول لكم الصياغه القانونيه خاوتي، راهو تحبوا تسواو وكي تخرجوا للتيران، وكل فئه والبندرول تاعها تحبوا التسويه من باب الصياغه القانونيه، هو يدخلونا في الملف تاع المصالحه الوطنيه، ويدخلونا كما دخل فيه المجرم وناسه، كما دخلوا فيه نعاود ونكرر الحرس البلدي، كما دخلوا فيه خوتنا لا موبيليزاسيون تاع سي موا وعام، حتى انت عندك دخل فيه وعندك البند اللي يسويك وعندك البند انا ذاك داروا اليمين زروال وهم باركين عليه الفوق، داروا البند اللي وزاد دار لاباسيون عبد العزيز بوتفليقه، ومن هنا هذاك دار الهدنه والمصالحه اليمين زروال، انا ذاك انا خدمت معاه ودار البنود هذه، عندنا الحق في التسويه، التسويه تاعنا حق مشروع، وزاد دار لاباسيون كونسيني يعني خدموا ثلاث سنوات، دار لاباسيون كونسيني اليمين زروال حفظه الله ورعاه، ودار لاباسيون كونسيل لعبد العزيز بوتفليقه، زاد كمل البنود هذه المنصوص عليها واللي تنصفنا في الملف تاع المصالحه الوطنيه يا جماعه، باش تكونوا في صوره
واضحه الصيغه القانونيه اللي تسويك هو كيما لقى للمجرم وناس وصيغه قانونيه دخلوهم من باب المصالحه الوطنيه ودخلوهم وسووا لهم الوضعيه كيما خاوتكم هذا الحرس البلدي مرسوم رئاسي ولا من هنا وهذوك الموبيليزاسيون قالوا لهم تاع سي مو عام قالوا لهم قرار رئاسي الله يسهل وين راح فعلها الصيغه القانونيه تلقاها كيما لقيتها للناس هذا واخاوتي لازم يلقوا لكم صيغه قانونيه في باب المصالحه الوطنيه لانه وزاره الدفاع والبرام تاع وزاره الدفاع يخدم قوه القانون هذوك الكل عقداء نعاود ونكرر لراهم صرحوا في التصريح تاع القناه ومن هنا راهو ما يخدمناش راهو ما يخدمش المحاربين راهو ما يخدمش المجاهدين اخوتي انا نقول لكم راهو قوه وزاره الدفاع تخدم بالقانون القانون ما ينصفناش هذاك لا ينصفنا هذاك القانون تاع اللي صرحوا به العقداء في القناه ما يخدمهاش ابدا وبتاتا ونحن معارضين نحن مش نعارض احنا كي نخرجوا للطحطاحه ونخرجوا للتيران يسوونا من باب الملف المصالحه الوطنيه باش نكونوا في صوره واضحه لازم الملف هذا باش توا نكملوا فيه الناس هذا كامل لازم هذا الملف ما يطوى غير ينصف الناس كامل وينصفهم بالسياق القانونيه اللي منصوص عليها في البنود تاع الرئيس الراحل الرئيس السابق اليمين زروال كاين عندنا البنود وزاد دار لاباسيسيون كونسيني للعبد العزيز بوطفريقه زاد دار بنود الله يسهل عليهم يدوها يصادقوا عليها بالبرلمان يدخلها في الدستور الممنهج يخرج ربي يسهل عليه المجلس الشعبي الوطني يخرجون بصيغه قانونيه في الملف تاع المصالحه الوطنيه باش نكونوا واضحين في الصوره اخوتي باش نكونوا واضحين برطاجيو يا جماعه نسيت نتكلم برطاج ما عادش تحرصوا على هذا جميع المشاهدين برطاجي في الجروب تاعك الله يستر بوعني قطار برطاج مازلنا نتكلموا برطاج قدر المستطاع يا رجاله راهو لازم تطلعوا هذا البث ليلحق هذا الانشغال تاعنا الاعلى هرم في سلطه البلاد لانه محاربين نحن مجاهدين نحن شاركنا في الحرب نحن ضحينا بالنفس والنفيس في ميدان الشرف من اجل ان تحيا الجزائر ماشي تحيا حياه الجزائر برجالها والله لولا فضل الرجال هذو الشرفاء ومنهم الله يرحم الشهداء اللي قضى نخبه ومن هنا رحمه الله واسكنه فسيح جناته والحي النضال متواصل هذا هو الفاصل ما بيننا بينهم حتى يلبى المطلب والمطلب هذا حقوق مشروعه نحن ما قلناش لهم نحن ما عندنا يد برا لا عندنا يد داخل لا عندنا انتماء للسياسه لا عندنا انتماء للاحزاب لا عندنا انتماء لهذا الفئات هذه اللي نسمعوا بها الماك ولا رشاد لا علاقه لنا بها ما عندنا حتى علاقه بالناس هذو ما عندناش نحن محاربين نحن ليسوا خونا نحن من ضحينا بالنفس والنفيس من اجل ان تحيا الجزائر نحن الواحد ما يتزايد علينا بالوطنيه لان الوطنيه ما كانش من يتنعم بها ويتشبع بها قد المحارب في الجزائر والجزائر بالنسبة للمحارب خط أحمر لا لعب بالجزائر نحن محاربين نحن مجاهدين عنا حقوق مشروعة عنا مطالب في وزارة الدفاع الوطني عنا كما نقولها نحن كنا تابعين المؤسسة العسكرية عنا وثائقنا عنا أدلة تاعنا عنا كفاحنا باين عنا نظامنا باين عنا محاربين نسموا مجاهدين والله من الشاهدين علينا وعليكم والميدان حاب تسوية بان في الميدان أيها المحارب أيها المجاهد هذا لازم يكون تحالف وطني بالنسبة للفئات كامل كمناضلين أحرار يمثل روحه يثبت وجوده يثبت حقوقه في الميدان يتسع للجميع والله سميع والله المستعان
اي حاجه توضح الصوره تاعها في الميدان، تختارك الميدان ما تديش قفال. انا بعثنا لك مختار اخويا، ربي صاحب دورك اخويا، ربي يحفظك. بارطاجيو ما تقبلوش على البثه، بارطاجيو باش يشوفوه. قول لهم مازالوا صاهرين، هم يجيبوا الفوق للاعلى هرم في السلطه، يجيبوا للسحور باش يلحقهم هذا الانشغال، وهذا عبالهم كل كبيره وصغيره. نحن نزيدوا نوضح الصوره، صوره المحارب المجاهد المهمش المطيش. والله ملاحه هذا، كانش مكان سكوت على الحقوق، لا ردوخ ولا سكوت. عبد الله دهام تحياتنا اخويا، بارطاجيو عبد الله اخويا، بارطاجي لي جروب، الله يحفظكم ربي. اخويا ما عندكش لا كونيكسيون مختار بو معزه، ما عندكش لا كونيكسيون. يشرشي ما عندكش، خرجت لي ما عندكش لا كونيكسيون. جماعة الخير، نحو عليكم الخلافات خير، وهذا الشهر من أنعم الشهور ومن أبهى الشهور ومن أعز الشهور. شهر رمضان شهر بالتوبة والغفران، أنزل فيه القرآن هدى للمؤمنين والمتقين. شهر هذا شهر تسامح، شهر تغافر، شهر التصافح، شهر تكاتف، شهر التلاحم، شهر نحو لكم الخلافات، الخلافات والخلافات ما تخدم حتى قضية في جميع الفئات. فهمتوا؟ هذه هي الكبيرة من الآفات. نحو لنا الخلافات، ما بيناتكم قضية، ما بيناتكم لا حرثة لا ورثة، لا هذاك لا ذمك. ما بيناتكم قضية حقوق مشروعة، خاوتكم قاعدين يموتوا، راهي 700 ميتة خاوتي من مشطوبين مفصولين، وخلوا وليداتهم، وخلوا أرامل، نهضروا على أرامل المجاهدين تاعنا والمحاربين، فهمتوا أخاوتي؟ ما لهذا راهم في قبيكم، نحو عليكم الخلافات، نحو عليكم السب، الشتم، القذف، المعايرة في بعضاكم، المناشير الهدامة في بعضاكم، ونحو عليكم التخوين، ونحو عليكم هذاك مش مليح وهذاك مش مليح وهذاك منا، ونحو عليكم هذه في الفئه تاعكم ما كان لها تفرق الفئات، فئه تقلبوها فيها 20 جروب، نحوها هذه ما تخدمش القضيه اخاوتي. وانا نقول لكم من هذا المنبر، وتاخاو وتصفاو جميع الفئات، ما فيها مشطوب ولا متقاعد ولا معطوب ولا جريح ولا 18 بليسيس ولا افراد الاستبقاء ولا خاوتكم حارس بلدي بدون حقوق، كاين واحد الفئه، وخاوتكم البطريوت ثاني كاين واحد الفئه بلا حقوق، كل واحد يدير البوندرول تاعو، كل واحد المطلب تاعو، كل واحد الطحطاحه تاعو، كل واحد انت. الناس كلنا الله لا يجعلنا من البخاله، والله لا يجعلنا من الحساده، والله لا يجعلنا من المعارضين الحقوق خاوتنا، ونحن كل ضحينا بالنفس ونفيس من فالبلاد هذيا وفي ميدان الشرف من اجل ان تحيا الجزائر هذه. ربي يعطيك كاتو وموسى تحياتنا. بارك الله فيك. طاح البث، فوزي مسامر صاحب طارق، طلعونا البث هذا يا جماعه، طلعوا راه جماعه كل هربت ما دريتها وين راحت. وراحة المشطوبين المفصولين هذا مازلنا نتكلموا وهم يهربوا، مازال وقت تاع السحور اخويا. برطاجيو هنا، برطاجيو باش يطلع على هرم في السلطه، لانه هذا البرطاج كي نقول لك برطاجي في الجروب تاعك باش ما يبقاش الفيديو البث تاعنا يدور هكاك برك لتحت خلاص، لازم يطلع لاعلى هرم في السلطه بالبرطاج. يا نقول لكم لا عينكم تفتحوا البرطاج في الجروب تاعكم، قاعد تتبع ما خسر حد شيء، برطاجي في الجروب، برطاجي قدر المستطاع.
اي هو بابي يا خويا. اي يعني انا سكوت، نحن نضال متواصل، مراد مرسي تحياتنا، والله لا حبسه، والله ماني حابس. اي لان حقوقنا مشروعه، ولان على حق، والحق لا على ولا على عليه، الباطل ما يمشوش فيه. هذه قضيه تتعبنا، دفعنا وضحينا بالنفس والنفيس، واستبدنا الامن والامان للبلاد والعباد، وخلينا الوطن واقف الحمد لله. يعني تاريخنا وعندنا وثائقنا تبعين المؤسسه العسكريه، والحمد لله ما عندنا حتى جهه ننتمو لها. ماذا بينا اخويا وفي، ماذا بينا؟ طلعنا الحاج جام. اهلا وسهلا. اهلا، صباح الخير. تربح. مليحة. لاباس. والله لاباس، السنة نديروا الكيف برك، السنة والصوت ناقص. الله يسلمك حبيبي. السنة دقيقة برك الأخ، الله يحفظك. الو، اسمع فيك بيان. وي وي، تفضل الاخ، تفضل. صاحب طرق وليك ولجميع المحاربين. وش هي الحكايه هذه؟ كاش ما كاين جديد ولا غير يغنوا؟ جديد جديد الميدان، جديد راهو في الميدان. يا ولدي الميدان سمعنا كيف ديروا الميدان ولا وين يبدا؟ من نواحي كل، من نواحي كل كمناضلين احرار نحن. وديره ولاي ولا كفاح جاوي ولا يا يبدا بلدي دايره تدخل في الولايه، كل ولايه كيما هاك. يا والميدان لازم له سيستم، لازم له تخطيط، مش والميدان وهكاك. عبالي عبالي. تسمع فيها؟ أنا نسمع فيك، أنا نسمع. على يا أخي، على بالك باللي خدمناه وما خرج، ما جاب والو. بإذن الله هذه الضربة الساحقة، ولعل يجيب، ما ساعات ما يجيبش خطرة هذه يجيب، ما تدريش، هذا رب سبحانه. لكن هذه كل اللي فاتت علينا كله، وما عابناش وما مرقناش وما تكاكيناش وما ديناش خبرة وما ديناش تجربة وما ديناش وما ديناش، يسمى نحن هم اللي ما الله غلب علينا. اما زالوا يتبعوا بهذاك الجودان تاع تيار تي اف، فيهم كل خطره يقول له ما فيها خير وفيها يا هذاك. هم يطلعوا معاه بالالاف، ويظل يكذب عليهم، ويظل يتلاعب بهم ويتراوغ بهم، وحتى ان راحوا المتقاعد زادوا حطوا له 200,000، يعني ومازال الدرك. مش نقول لك نحن دركا، نحن كاين تحالف وطني لجميع الفئات، مناضلين احرار، رجال شرفاء او في مامنين بحقوقهم، صافيين وصادقين مع ربهم، كل واحد والبندرول تاعو. اخويا نقول لك تصدقني، لو كنت جيت انا رئيس، اسمع نعم، كون جيت انا رئيس المتقاعدين، ما نعطي لهمش حتى 4 دورو. والله مش هقول لك، والله مش هقول لك. اسمع، راهم هما يظلوا راقدين في الزور، يظلوا راقدين في الزور، ويقول لك خويا اخي طلعت، واش درتو؟ نهار كي تقول له نطلع، نهار كي تقول له نطلع، ويحكم الزور ويقول لك ردوني من قسنطينه، ردوني من سطيف. كاينه ولا ما كانش؟ ايه ممكن صح، ممكن كاينه، ممكن. إيه؟ هذه ما لا بعد حاجة، وش هذا؟ حاجه لوجيك، حاجة لوجيك لوجيك. اسمع، المتقاعدين هذا ما نقول لك حاجة، تشفى هذيك الضربة كيما أول خطرة في 2017 تذكروها ولا هكا؟ يا أخي في هذوك المظاهرات، قعدوا دخلوا الجماعة، كاين 10 من الناس داو الحقوق، أبارسا جابوهم برا.
اسمح لي دقيقة دقيقة برك راني جاي. مريض راني جاي. دقيقة بركة دقيقة الأخ سامحوني جميع المتتبعين سامحوني المنيت سامحني بركة المنيت.